السلام عليكم ورحمة الله. قبل بدء في سرد الأخبار اليوم، اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. اشترط مسؤول اللجاء الرياضي لكرة القدم ملياري سنتيم للتخلي عن بدر بانو للأهلي السعودي الذي يرغب في التعاقد معه لتعويض الإسباني أليكسيس المصاب. وكشفت جريدة الرياضية السعودية أن الأهلي طلب استعارة بدر بانو لستة أشهر مع أحقية شرائه عقده في الصيف، إلى أن مسؤولي الرجاء الرياضي يفضلون أن يكون الانتقال نهائيا مقابل ملياري سنتيم. يشار إلى أن اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوقفت بدر بانو لست مباريات بعد طرده من طرف الحكم محمد العلام في المباراة التي أرغم فيها الرجاء الرياضي على التعادل بميداني بهدف لمثلها ضد نهضة بركان. ويعتبر بانو من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأخضر والمنتخب المحلي الذي توج معه بلقب البطولة الإفريقية للاعبين المحليين في النسخة الأخيرة ولأول مرة في تاريخ كرة القدم الوطنية. وعاد المكتب المسير للوداد الرياضي لكرة القدم بتخصيص منحة مغرية للاعبيه لهزم الرجاء الرياضي غدا الأحد برسم مؤجل الدورة العاشرة من البطولة الاحترافية والتي ستقام بمركب مراكش الكبير بسبب إغلاق مركب محمد الخامس الذي يخضع للإصلاحات. كشف مصدر المسؤول أن مسير الوداد وعد اللاعبين بمنحة بقيمة 30,000 درهم لكل واحد منهم، وذلك نظرا لأهمية المباراة بالنسبة للفريق الأحمر والتي ستخول له الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الاحترافي برأس 27 نقطة فريق 3 نقاط عن فريق حسنية أكادير صاحب المركز الثاني. ويسعى الوداد الرياضي إلى استغلال الغيابات الكثيرة التي يعاني منها غريمه الرجاء بتحقيق فوز يعزز به مكانته في صدارة الدوري الاحترافي. يستعيد الرجاء الرياضي لكرة القدم في مباراة ضد الوداد الرياضي غدا الأحد برسم مؤجل الدورة العاشرة من البطولة الاحترافية نجمي عبد الرحيم شاكر والسنغالي إبراهيم الياصي بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي حرمتهما من المشاركة في المباراة ضد مولودية وجدة الأربعاء الماضي. ورخص طبيب الرجاء الرياضي للثنائي الرجاوي من المشاركة في المباراة الديربية، إذ أخبر الإسباني خوان كارلوس غاريدو أنه بإمكان الاعتماد عليهما في المباراة ضد الوداد. بالمقابل سيغيب عن تشكيلة الرجاء كل من عبد الجليل جبيرة وعمر طيب والسند الورفلي والكونغولي ليما مابيدي بسبب الإصابة وبدر بانون بسبب إيقافه من الجامعة لست مباريات.